السلام عليكم، معلومة بسيطة وسريعة. عندنا هنا السالب واحد لما يكون مرفوع للقوة n، هنا لكل n ينتمي للأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة اللي هي السالبة والموجبة والصفر، عندنا صفر، واحد، اثنين، ثلاثة إلى ما لا نهاية، وسالب واحد، سالب اثنين إلى ما لا نهاية. فهنا دائما ينطيني ناتج هو سالب واحد. السالب واحد هنا مرفوع للقوة n، اختلف هنا بالأقواس، هنا عندي أقواس، هنا ما عندي أقواس، هنا راح ينطيني ناتج سالب واحد أو موجب واحد. سالب واحد عندما n عدد فردي، وموجب واحد عندما n عدد زوجي.